مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجنا المرشد الزراعي. النهارده انا سعيده جدا انه اول حلقه من الاسبوع، النهارده يوم الاحد متزامن مع يوم عيد الام. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وكل ام في كل العالم بخير وبصحه وسلامه. كل سنة للإنسانة اللي يعني من أول ما ربنا سبحانه وتعالى بيزرع بداخلها الطفل وهي بتقرر العطاء وهي بتنسى نفسها وهي بتقول إن أنا خلاص حياتي كلها لولادي وحياتي كلها لتربية ولادي. والحقيقة أنه الأم في كل العالم لا يوافيها ولا يكفيها أي كلمات للجهد اللي بتبذله من أجل أبنائها. مش هقول بس الست المصرية، مع أنه تحيزا يعني وانتماءا أنه الست المصرية الحقيقة بتستحمل كتير جدا جدا من أجل تربية ولادها. والحقيقة أنه كمان الأم اللي بتتحمل أعباء الأمومة والأبوة في نفس الوقت هي أيضا من الأمهات الأبطال اللي لازم النهاردة نرفع لها القبعة. والحقيقة أنه أنا يعني مش من الناس اللي بتحبذ قوي أنه يوم عيد الأم هو اليوم الوحيد اللي المفروض نكرم فيه الأم ونقول لها كل سنة وانت طيبة ونقول لها أن انت تاج على رسنا. الأم في كل وقت وفي كل مكان وفي كل زمان، يعني كما أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاله رجل قال له يعني أيهما أحق بصحبتي، مين أكتر الناس أحق بصحبتي يوم القيامة؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. إذن الأم والأب يعني مكانتهم كبيرة جدا جدا، والأب كمان اللي بيتحمل حقيقة في الظروف اللي احنا فيها أعباء كتير جدا 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 في الحياة علشان ولاده يحيوا حياة كريمة ويعيشوا حياة كريمة. فيعني كل شهر وكل ثانية وكل وقت، كل سنة وكل أم في الدنيا كلها بخير وبصحة وبسلامة. ويعني كل سنة وأمي اللي يعني وصلتني الحمد لله للمكان اللي أنا فيه دلوقتي واللي تعبت كتير جدا علشان توصلني للمكانة دي، كل سنة وهي طيبة. واللي أنا الحقيقة بعتبرها من الأبطال، لأنه يعني أمي من السيدات والأمهات اللي ربت منذ الصغر وتحملت المسؤولية وحدها. فيعني كل سنة وانت طيبة وكل سنة وانت تاج على رأسنا. وفي موجة بس حابة أقول يعني نقطة صغيرة قوي، في ناس كده طلعت تقول ما تحتفلوش بالأم وما تقولوش كل سنة وانت طيبة. كل الناس دي فرحت بأمهاتها وكل الناس دي بتحب أمهاتها. والإنسان السوي يعني انا افتكر انه يعني انا والدي متوفي منذ يعني لما كان عندي 7 سنين ولا حاجه، لكن عمري في حياتي ما حسيت انه في نقص ان حد بيحتفل بابوه او ان حد بيجي للبيت. بالعكس، الموضوع بالنسبه لي كان يعني بيدعمني اكتر وكنت بفرح اكتر ان انا اشوف ده. فيعني رساله، بلاش نضايق على الناس قوي، احنا يعني بندور على الفرحه بمنكاش، عايزين نفرح ونفرح اهالينا ونفرح اي حد مننا باي طريقه. فسيبوا الناس تفرح وافرحوا معاهم وانبسطوا معاهم. واكيد كل انسان سوي يحب يشوف كل ام في الدنيا متكرمه وكل ام عزيزه وكل ام مكانتها عاليه. مره تانية كل سنه وكل امهاتنا في كل الدنيا بكل خير وسلامه.